السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بيكم في مطبخ شومة. شايفين الحلو؟ النهاردة هنعمل الفرنش توست. شايفين جميل ازاي الفرنش توست؟ بس الحلو هنعمله بأسهل المقادير إن شاء الله. احنا عملنا المالح، النهاردة هنعمل الحلو بطريقة سهلة جدا جدا. يلا لو لسه ما اشتركتيش في القناة اشتركي في القناة وفعلي الجرس عشان يوصلك كل أفكاري وكل فيديوهاتي. أنا بحبكم وإن شاء الله قناتنا بيكم هتكبر. يلا بينا نعمل الفرنش توست اللذيذ ده. يلا يلا. أول حاجة عايزة أقول لكم إن الوصفة دي حاجة تحفة بجد. أنا لما عملته قعدت أسأل نفسي أنا إزاي ما عملتوش قبل كده. سهل وجميل وطعمه لذيذ جدا جدا، لازم لازم تجربوه، حلو جدا. يلا نقول بسم الله. أول حاجة عندي معلقتين كبار من الجبنة الكريمي أو الجبنة الكيري. أنا بستخدم الجبنة الكيري السايبة عادي جدا من اللبان، بيبيعها بالكيلو، حلوة جدا وطعمها حلو مفيش مشكلة. وعليهم معلقتين كبار من السكر البودر، لو عايزة تزودي سكر مفيش مشكلة، دقيها لو لقيتيها كده طعمها مظبوط خلاص. هنجيب بقى كده شرايح من الفراولة زي ما انتوا شايفين، بنشيل الجزء الاخضر ده ونقسمها كده شرايح كده رفيعة علشان دي اللي هنحطها جوه الساندوتش. هنبدأ بقى نحضر الحاجات، البيض واللبن اللي احنا هنغطس فيه التوست. بعد كده بنجيب بيضاية بدرجة حرارة الغرفة ومعلقتين من اللبن، الحليب، وكمان معلقة صغيرة من القرفة. وهنبدأ بقى نضربهم كده ضربتين بالمضرب اليدوي. الخطوة دي مش محتاجة فانيليا، لو عايزة تحطي فانيليا مفيش مشكلة حطي حاجة بسيطة، لكن القرفة غطت خالص على ريحة وطعم البيض يعني مش هتحتاجيها خالص. والميكس ده فظيع، عايزة اقولك القرفة مع الكريم تشيز اللي احنا عملناه مع الفراولة يعني حاجة كده بجد تحفة، هتستمتعي جدا جدا وانت بتاكليه. هنجيب بقى توست، شريحتين كده من التوست، ويتفضل يعني يكون توست طازة علشان يديكي تست حلو. وهنحط بقى الكريم تشيز اللي احنا عملناه، وحطي شرايح الفراولة اللي قطعناها، وتقدري بقى تحطي اي نوع من انواع الفاكهة تحبيها من جوه مفيش مشكلة. انا هنا اخترت فراولة يعني علشان لونها حلو قوي مع الابيض، يعني هتديني شكل وطعم حلو، انا بحب الفراولة. اي نوع فاكهة تحبيه مش مشكلة حطيه. هتاخدي بقى التوست كده بعد ما قفلتيهم على بعض وتغطسيهم كده في اللبن والبيض. شايفين اللون بقى بتاع القرفة مع اللبن والبيض، ولسه بقى هينزل مع الزبدة، ما اقدرش اقول لك ريحة وطعم فظيع، لازم بجد تجربوه لازم. هنجيب بقى طاسة سخنة ويفضل طبعا تكون تيفال، وهنحط فيها مكعب من الزبده، ونوزع الزبده كويس قوي 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 لحد ما تغطي لي كل سطح من سطح الطاسه. وبعدين ناخد بقيه الزبده دي على جنب، هنستخدمها لما نحمر الوجه الثاني من التوست. هنبدا بقى كده نحمر التوست من تحت كده، واول بقى ما نحس ان التوست اتحمر هنبدا نقلبه على الناحيه الثانيه. هيتقلب معاكي ما تقلقيش خالص وهيبقى زي الفل اهو زي ما انتم شايفين. اول ما ياخد اللون الحلو دوت تقلبيه عشان بحيث ان الجزء الثاني او الوجه الثاني ياخد نفس اللون. هتنزلي بقى بقيه مكعب الزبده اللي احنا شلناه علشان كده يحمر لي التوست ويديني لون وطعم حلو. ما اقدرش اقول لك هنا بقى الريحه قد ايه تحفه، قد ايه جميله، قد ايه روعه، يعني حلوة جدا جدا جدا. يلا بقى هو خلاص كده اتحمر، هنيجي بقى لاخر خطوة وهي بقى تقديمه، وهتشوفي بقى هنقدمه ازاي. شايفين هو كده جميل جدا، هنحط له بس حاجتين كده تكتين كده هتخلي الطعم كمان يعلى معايا والتست يبقى فظيع. هنقسمه كده بالنص زي ما انتوا شايفين، وهنجيب بقى معلقة من عسل النحل وهنوزعها على التوست. وزعي بقى عسل النحل كده، ممكن بقى لو عندك صوص الفراولة مثلا تحطيه مفيش مشكلة، بس العسل ادى طعمه وتست حلو جدا جدا مع القرفة والكريم تشيز والفراولة، يعني حاجة روعة روعة، يعني بجد متعة متعة كبيرة قوي وانت بتاكليه. خلاص كده حطينا العسل، هنرش رشة خفيفة جدا من السكر البودر عشان بس يدي يعني شكل حلو، وهنزوق بقى بقطع الفراولة وفراولاية كده متقطعة تحفة.
بجد تحفه يا جماعه، لازم تجربوه بجد. لو عملتوه هتقولوا زي ازاي انا ما جربتوش قبل كده وما عملتوش قبل كده. حاجه سهله جدا. يلا بقى، لو عجبك الفيديو اعملي لايك للفيديو وشيريه واشتركي في القناه وفعلي